السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض برنامج خاص بشبكات المياه أو شبكات الري، برنامج اسمه إيه بنت. طيب أول ما هنيجي نبدأ، هبدأ أحط إيه من هنا التنكات بتاعتي أهوت، ده مثلا أول تانك وده التاني تانك. بعد كده هبدأ أحط الجاكشن اللي هي الأماكن اللي هنوصل لها المياه، وليكن مثلا الأماكن ديت بالشكل دوت. وبعد كده هبدأ أوصل البايب بتاعتي أهوت، هبدأ أوصل بقى من هنا، من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، من هنا لهنا. طبعا كل واحد كل صورة من دول هنبدأ نكتب السايز بتاعها والمقاس بتاعها، وهو يبدأ يحسب لي برضو الحساب بتاعتي وهكذا. دي برضو من هنا. طيب بعد كده ايه المطلوب؟ بعد كده مطلوب مني ان انا ابدا ادخل المعلومات عن كل حاجه. لو انا دوست على البايب دي مرتين بيبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيها، فتبدا تشوف بقى الماسوره قد ايه، المعلومات الخاصه بيها، ده البايب اي دي، الستارت نود، الاند نود، الديسكريبشن، التاج، اللينس، الدايمتر وهكذا. طب خلينا نعمل ران. قال لي مفيش اي مشكله خالص. انت تحصل مشكله لو في حاجه مش بتوصلها، لو حاجه بتوصلها غلط وهكذا. طيب هقول له كده، هو كده خلاص عمل الرن، فتقدر تبدا تشوف المعلومه بتاعتك، ولو في اي معلومه من هنا مش مظبوطه تقدر تعدل بحيث ان هو يحسب لك مظبوط. تقول مثلا انا عايز اشوف الاليفيشن. طيب لو انا عايز اظبط الاليفيشن هعمل سيلكت على التوصيله ديت وابدا اشوف الارتفاع بتاعها ايه قد ايه وابدا اعدل فيه. ده الاليفيشن اهوت، ممكن تخليها بقى اكبر او اصغر زي ما انت عايز. طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز اشوف في النود هنا البريشر، فيبدا يجيب لك الوان البريشر تبقى عامله ازاي. زي ما انت شايف مفيش حاجه، البريشر بتاعها قليل. طيب اللينكس هنا ابدا اشوف مثلا الفلو، فيبدا يلون لك حاجات خاصه بالفلو. طيب عايز ابدا يظهر لي المعلومات هنا بحيث تبقى مكتوبه، اجي هنا اخش في الاوبشن وهتلاقي هنا ال نوتيشن، هتقول له ديسبلاي نود اي دي، ديسبلاي نود فاليو، ديسبلاي لينك، ديسبلاي لينك فاليو وهكذا. الحاجات اللي انت عايز النوتس لو انت عايز تكبرها شويه، اللينكس لو انت عايز تكبر الخط نفسه او تظهر البوردر، الليبلز، الفلو اراو عايز يجي بالك مثلا فيلد ولا ايه، الباك جراوند لو انت عايز تغير الباك جراوند. خلينا نخليه عليا، فيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بكل بايب زي ما انت شايف. تقدر تدخل هنا وتعدل الديامتر لو انت عايز تغير الحساب بتاعتك.